دوامة التجاذبات السياسية اللي نشهدها بعد كل موسم انتخابي. عودتنا على مفهوم واحد ما يقبل القسم على اثنين، واللي عرفه معظم العراقيين، الا وهو التوافق وتغليب المصالح الفئوية. ينتج بعدها برلمان بمقاسات محددة كغيرها من باقي البرلمانات السابقة. الكل مصلحون. ولا مكان للفاسدين لسان حال الشارع شو يقول؟ يقول يقول إذا هاي مثل ذيك خوش مرقة وخوش ذيك لكن الجديد بهاي الانتخابات إنها صارت بعد احتجاجات شعبية كبيرة الجديد أيضا إنها قدمت دماء جديدة وصعد بها عدد كبير من المستقلين مقارنة بالبرلمانات السابقة كل هذا يقودنا إلى عدة أسئلة، ومنها: هل من الممكن أن يصير تغيير كبير في عمل البرلمان الجديد؟ وهل من الممكن أن يتحد المستقلين لتشكيل كتلة معارضة حقيقية داخل البرلمان؟ لو راح يصير مثل اللي صار بالدورات البرلمانية السابقة. أما الشارع العراقي المتعطش، هل سيشهد برلمان يحقق طموحاته؟ وهل ممكن يتغير الواقع السياسي وتتغير حياه الناس القرارات للمشهد السياسي تقول هواي اشياء والواقع السياسي ايضا يفرض هواي اشياء